مساء الخير أحبائي وأعزائي، نقلا من عم مارتينا الأستاذ شادي لوكا. تغيبت عن أبيها الآنسة مارتينا مناع ناجح. مارتينا مناع ناجح، السن 19 عام. تغيبت يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 من عزبة النخل، وقدم محضر. تغيب في القاهرة، وفوجئنا بعد 3 أيام باتصال من الأمن الوطني ديروت بالحضور لاستلام الفتاة الساعة 12:00 مساء. وذهب أحد الآباء الكهنة وعمها، وقام بإخراج أبونا الكاهن من المكتب إلى خارج مركز ديروت، وقام عمها بالتوقيع على محضر استلام الفتاة. وعند خروجها قام أمين شرطة يدعى محمود رياض يقول اتركها تسير لوحدها ولا تمسك يدها إلى عمها كمان ناجح. وذلك يوم الخميس الماضي مساء، وتجمع أهلها أمام مركز الشرطة وقاموا بإدخال أعمامها إلى مكتب الأمن الوطني، وبلغهم ضابط أمن وطني ديروت يدعى شريف بأن البنت غير موجودة بمركز الشرطة، وأنه سوف يسلموها حين العثور عليها لأهلها بعد 48 ساعة أي غدا الأحد. وفوجئنا اليوم بوجود بوست على الفيس بشهادة إشهار للفتاة، ثم إلغاء حساب الفيس الذي أنزل صورة الإشهار، والوضع هو في القرية صعب جدا حيث أنه يوجد احتقان. وبالصور والمستندات، هذه صورة الفتاة التي تدعى مارتينا مناع، وهذه صورة نحن لا نعرف مدى مصداقيتها، هل هي حقيقة أم لا. الصورة هنا تبان صغيرة لفتاة، والصورة هنا كبيرة. انظروا كيف هذه الصورة. أحبائي وأعزائي، هذا هو ما حدث، ولكن نحب أن نوضح الحقيقة فين. سوف نتابع معكم بكل ما هو جديد وجديد. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير.